خير شو في بريتفي؟ انت لازمك شي؟ لا بريتا انا كنت ناوي روح بس صدقيني ما قدرت. بتعرفي شو بريتا؟ يوم اللي كنتوا انتوا على منصة العرس وكاران قال لك قدام الكل انه بيحبك، الرجال والنسوان كل اللي كانوا موجودين هنيك صدقوا كذبته هي. بس انا يا بريتا كنت الوحيد اللي ما صدقته ابدا وكنت بعرف على شو ناوي. بريتفي ماني حابة احكي بهالموضوع اذا بتريد. ايه بريتا طيب هذا الموضوع لا تحكي فيه، بس انا يا بريتا لازم تعرفي انه انا عن جد كنت حابب اتزوجك، كان بدي اياكي تكوني الي وانا اكون اليك، بس وقت اللي ما صار هذا الشيء حسيت اني انا رح جن على الاخر، جيت لهون وكنت وقح مع الكل وعملت مشكله، وانا عن جد اسف. بوقتها ما كنت بوعي وما كنت بعرف شو عم بحكي ولا حتى شو عم بعمل. بس كاران قال لك على منصة العرس انه بحبك وما رح يتركك. بتعرفي انه انا وقت اللي فقت تاني يوم الصبح عرفت الحقيقة وعرفته قديشه كذاب، وبالاخص وقت اللي قال انه اذا بتتزوجيني مستحيل اتركك، كنت عارفان انه ما رح يوفي بوعده اليك. انا كنت كاشفه على حقيقته بس انتو اللي ما كنتوا عارفانينه. لا والأسوأ من هاد انه انتو ما صدقتوني الي وصدقتوه له. تريد في اذا بتريد ما سمعتني شو قلت لك من شوي؟ اللي صار صار وخلص، ماني حابة احكي بهالموضوع. ما فيني ما احكي فيه بريتا، بسبب كاران نحن ما قدرنا نتزوج وما قدرت تكوني الي، بسبب هذا التافه كاران نحن ما قدرنا نتزوج وهو اللي خلف بوعده وتركك بنص الطريق وانت عم تبكي. اذا بتريد مزبوط؟ بتريد في كل شي صار بيني وبين كاران من قبل رح يضل بيني وبين كاران. بتمنى تكون عم تفهم علي، انا لازم روح اعطي الدواء لماما. شكرا لزيارتك، كلك ذوق. الو هات من الاخر احكي لشوف انت بتحبني ولا لا. ادري انا عن جد واحد بلا فهم، كان لازم بالاول شوف مين اللي دايق. تعرف شو كنت بغرفة عمي ماهيش من شوي، مفاتيح الخزنة كانوا بإيدي بس ما قدرت أفتح الخزنة. أول ما وصلت على الغرفة وفتحت الخزنة فات سمير وكاران فات ورا، بعد كل هالتعب ما قدرت أخذ شي من الخزنة. بس لا تخاف علي، اليوم بالليل رح أخذ وراء الملكية ورح أخذ الأسهم وكل شي جوات الخزنة. بس قبل كل شي قلي شغلة، يلا قول أنت بتحبني ولا لا. بريد في ليش ساكت؟ يعني انت لا تكون ما بتحبني. مبلا مبلا بحبك وانا بحبك.